بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أبناءنا طلبة الصف العاشر، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد من لقاءات اللغة العربية. أبنائي، بإذن الله سنتناول في هذا اليوم، في هذا التسجيل، درس المفعول به، وهو درس السلامة اللغوية الخاص بدرس عتاب للشاعر المجيد ابن الرومي. نتابع أبنائي مع المفعول به، هذا هو تناول السلامة اللغوية بإذن الله. نحاول أن نستكشف من خلال الأمثلة القاعدة. نقول هنا: حفظ الطالب القصيدة، حفظ الطالب القصيدة. من خلال هذا المثال، عندما نقول حفظ الطالب القصيدة، هذه طبعا أبنائي لا يخفى عليكم أنها جملة فعلية، والجملة الفعلية لها أركان محددة. الركن الأول طبعا هو الفعل، الركن الثاني الفاعل. الفعل يرمز إلى الحدث، الفاعل هو الذي قام بهذا الحدث، أما المفعول به فهو الذي وقع عليه فعل الفاعل. فالحفظ هو الحدث، الطالب هو من قام بالفعل، القصيدة هي من وقع عليها فعل الفاعل، أي هي مفعول به. نقول أيضا من خلال المثال الثاني: اشترى الوالد سيارة، ها، سيارة، اشترى الوالد سيارة، سيارة مفعول به. تعريف المفعول به أبنائي كما ذكرت لكم، المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل، ما وقع عليه فعل الفاعل، وحكمه كما نعلم جميعا النصب. المفعول به يكون منصوبا، حكم المفعول به هو النصب. نتابع أبنائي. أما بالنسبة للنصب وعلاماته، فعلامات النصب كما نعلم جميعا الفتحة في نصب المفرد وجمع التكسير، الكسرة في نصب جمع المؤنث السالم، الألف في جمع في الأسماء الخمسة، وأخيرا الياء مع المثنى وجمع المذكر السالم. نقول: العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والكرم. كلمة بيوتا وكلمة بيت كلاهما منصوبتان بالفتحة، لأن الأولى جمع تكسير والثانية مفرد. ها، بر أباك، هنا المفعول منصوب بالإيش؟ منصوب بالألف. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. نقول: قرب العلم المسافات، فكلمة المسافات هنا مفعول به منصوب بالكسرة، لأنها جمع مؤنث أو جمع ألف تاء كما يسمى يعني. ويحل لهم الطيبات، أيضا نفس الكلام، الطيبات جمع تكسير وقعت مفعولا به فهي منصوبة بالكسرة. نقول هنا: إذ أرسلنا إليهم اثنين، اثنين مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى. إذن هذه علامات نصب المفعول به أبنائي، ينصب بالفتحة، ينصب بالكسرة، وينصب بالألف والياء حسب نوع الكلمة التي وقعت مفعولا به. نتابع هنا. أما صور المفعول به، المفعول به يأتي على ثلاثة صور. الصورة الأولى: اسم معرب ظاهر، العلم يرفع بيوتا، بيوتا اسم معرب ظاهر، ويأتي أيضا مصدرا مؤولا، أن مع المصدر، أو أن إن مع اسمها وخبرها، أو أن مع الفعل المضارع. عرفت أنك مسافر، أحب أن تتعلم، ود المعلم لو فهم التلاميذ. إذن المفعول به يكون اسما معربا، ويكون مصدرا مؤولا، ويكون اسما مبنيا. من الممكن أن يأتي المفعول به أبنائي اسم إشارة، نقول مثلا: أكرمت هؤلاء القوم. نقول هنا: أكرمت هؤلاء القوم. فهنا هؤلاء اسم إشارة في محل نصب مفعول به. نقول هنا: نحترم من يحترمنا، من اسم موصول في محل نصب مفعول به، ويأتي اسم استفهام أيضا: ماذا تتمنى، أي تتمنى ماذا، من تصاحب. بعض الأعلام متاع عرفت هزامة وسيبويه، ويأتي ضميرا أيضا مثل ضربته، عاملته، وهكذا.
من صور المفعول به الضمير، وهو الركن الأخير هنا في المخطط السابق النائم، وهو اسم مبني في محل نصب، إما أن يكون بارزا أو مستترا. بارزا يعني ظاهرا، والبارز إما متصلا أو منفصلا. وقل رب ارحمهما، هذا ضمير متصل بارز، ها، كما رباني صغيرا. إياك نعبد وإياك نستعين، ضمير منفصل. أما المستتر، ذرني ومن خلقت وحيدا. خلقت هنا الضمير مستتر، تقديره خلقته وحيدا. نتابع أبنائي هنا. فائدة أولى، إذا كان المفعول به من الأسماء المبنية فإنه يكون في محل نصب. مثال ذلك، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، فهذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ما العامل هنا؟ فائدة مهمة، المفعول به ينصب به، ينصب كذلك، ينصبه اسم الفاعل واسم الفعل وصيغة مبالغة تنصب المفعول به. نقول مثلا هلم شهداءكم عليكم أنفسكم، اسم الفاعل من مثل والكاظمين الغيظ والذاكرين الله كثيرا. في اسم الفعل في البداية هلم شهداءكم، هلم اسم فعل، شهداء مفعول به منصوب باسم الفعل، وكذلك عليكم أنفسكم. الكاظمين الغيظ، الكاظمين اسم مفعول عام، نصب المفعول به الغيظ. أيضا والذاكرين الله، كلمة الله اسم مفعول به منصوب لكلمة لاسم الفاعل الذاكرين. اسم المفعول أيضا ينصب مفعولا به، نغبط الممنوحين صحة، صحة مفعول به، العامل فيها اسم المفعول. وصيغة المبالغة كما قلنا، لا تكن أكالا للحرام، لا تكن أكالا للحرام. نتابع أبنائي هنا. فائدة أيضا، قد يكون المفعول به كلاما محكيا فيكون في محل نصب كذلك. نقول مثلا قرأت المنافقون تلوت إنا أعطيناك الكوثر، قال رب اجعل لي آية. هنا يكون المفعول به كلاما محكيا، وهذا من باب العلم بشيء أنتم لستم مطالبين. العامل المفعول به كما قلنا أبنائي يكون الفعل المتعدي والمصدر الصريح. نقول مثلا ساعد محمد الفقيرة، أنفق المال في سبيل الله. العامل في المفعول به هنا الفعل المتعدي، قدرت الدولة النابغين، حفظت النصوص. أما المصدر الصريح، تعجبني مساعدتك الفقيرة، إنفاقك المال، تقدير الدولة النابغين، مبدأ راسخ، كان حفظي النصوص. فهنا نلاحظ أن العامل، عامل النصب هنا في الجملة هو المصدر. تدريبات على درس المفعول سريعا، عين فيما يلي المفعول به واذكر حكمه وعلامة إعرابه والعامل فيه. في الآية الأولى، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ها، أين المفعول هنا؟ نعم، خلقنا زوجين منصوب بالياء لأنه مثنى، العامل فيه الفعل خلقه. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، نعم، الظالمين منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم، الفعل يضل هو العامل فيه، هو الذي نصبه. أيضا معنا ويفعل الله ما يشاء، مبني على السكون في محل نصب، الفعل يفعل هو العامل، عامل النصب في هذا المفعول. وأيضا الضمير في يشاء، ضمير مستتر هنا، ضمير محذوف في محل نصب، الفعل هنا يشاء، أي يشاء. نتابع أبنائي. وتجنب الفحشاء لا تنطق بها ما دمت في جد الكلام وهزله. المفعول هنا تجنب الفحشاء، فالفحشاء منصوبة بالفتحة، لا، الفعل تجنب هو عامل النصب أو هو الذي نصب المفعول به هنا. ما دمت في جد الكلام وهزله، سيفتح الله بابا، نعم، بابا مفعول به منصوب بالفتحة، الفعل يفتح هو عامل النصب فيه. كنت تحسبه، ها، الهاء في تحسبه مفعول به، ضمير متصل كما ذكرنا، قد يأتي المفعول به على صورة الضمير سواء كان متصلا أو منفصلا، ضمير متصل في محل نصب مفعول به، الفعل تحسب هو عامل النصب في هذا المفعول. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة إياك والإهمال. نلاحظ: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أن يغفر هنا مصدر مؤول في محل نصب فاعل، في محل نصب مفعول به، عفوا، مصدر مؤول في محل نصب مفعول به، العامل فيه الفعل تحب، ألا تحبون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. طبعا هذا في محل الجملة نفسها في محل نصب مقول القول، الفعل قال هو الذي نصب هذه الجملة. إياك، إياك والإهمال في محل نصب هنا أيضا، الضمير هنا هو الفعل المستتر، الضمير إياك في محل نصب، الفعل المستتر هو الذي إيش نصب هذا المفعول به. إياك في محل نصب، تقدير الكلام يحذر إياك واحذر الإهمال. نتابع أبنائي: ضمائر النصب المتصلة مجتمعة في الهاء والياء والكاف وناء المفعولين، هاء الغائب، ياء المتكلم، كاف الخطاب، أنا أكرمته، محمد أكرمني، أنا أكرمتك، وأيضا ناء المفعولين، محمد أكرمنا. ونلاحظ أيضا أن هذه الضمائر إذا اتصلت بالفعل مباشرة تعرب مفعولا به، أما إذا اتصلت بالاسم تعرب مضافا إليه. نتابع أبنائي: اضبط المفعول به في التعبيرات التالية مبينا سبب الضبط. اتفقنا أن المفعول به يا شباب يكون منصوبا، شرح المعلم ها درسا رائعا، المفعول به ها هنا كلمة درسا، سبب الضبط أنه منصوب، اسم معرب منصوب بالفتح. كرمت الدولة الأمهات المثاليات، الأمهات طبعا جمع مؤنث سالم منصوب بالكسرة. كرم المعلم الطلاب منصوب بالفتحة لأنه جمع تكسير، عندما يطلب منك ضبط الكلمة أي وضع الحركة المناسبة على هذه الكلمة. نتابع أبنائي: املأ الفراغ التالي بمفعول به مشروط. حث الإسلام يريد جمع مذكر سالم، حث الإسلام المسلمين على التسامح، المسلمين مفعولا به جمع مذكر سالم. دربت المعلمة، نعم يريد جمع مؤنث سالم، الطالبات، إذن المسلمين جمع مذكر سالم، المتعلمات جمع مؤنث سالم. لا يبيح الإسلام للناس مصدر مؤول أن يمشوا أو أن ينساقوا وراء الشهوات. أنشد الطالب هذه القصيدة أو تلك القصيدة، اسم مبني. دائما يتكرر هذا السؤال في الامتحان أبنائي، فلنأخذ حرصنا بالكسرة. نريد هنا يقول لك: صوغ من تعبيرا يشتمل على مفعولا به حسب ما هو مطلوب. جملة تشتمل على مفعول به اسما معربا، نقول: ذاكر الطالب الدرس، مفعول به اسم مبني، قرأ الطالب هذه القصيدة. جملة تشتمل على مفعول به مصدر مؤول، يريد الطالب أن ينجح في الامتحان. إلى هنا أبنائي ننتهي من درس اليوم وهو درس المفعول به. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم دوام التوفيق والتفوق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.